السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال يا رب العالمين. كما كتلاحظوا في الفيديو جيتكم مسمن اللي هو مورق، صراحة كيجي رائع وكيجي منفوخ كيف شفتو، كيجي واحد المسمن روعة. تبعوا الطريقة والمقادير اللي نحتاجو في هذا المسمن، كذلك غادي نذكروا الثمن ان شاء الله. هنايا كيف تلاحظوا عندي السميده وعندي الفرينه، هنايا دائما في المعتاد عندي كان نحتاج ان السميده، الكميه نتاع السميده كتكون اقل، يعني النصف نتاع الفرينه. بحال الا درت كيلو فرينه كندير نصف السميده او هذاك الفينو الرقيق اللي كنحتاج في المسمن، ما كنديرش يعني هذاك السميد الغليظ، كندير الفينو الرقيق جدا الفان. هنايا الماء عندي ماشي بارد يعني الماء وماشي سخون، كيكون دافي فقط. وبالنسبة للعجينة من الأول كنديرها رخوة، ما كنديرش العجينة قاسحة، لأن العجينة إلا كانت قاسحة من الأول فكتعذب الواحد من يجي يدلك العجين والقعاد كيزيد في الماء. فلذلك من الاول نديرو العجينه تكون رخوه ونجمعوا العجين ديالنا حتى ما يبقاش نهائيا الدقيق، حنا كنزيدو في الماء عاد نبداو ندلكو باش ما يجيناش العجين شي قاسح وشي يعني شارب الماء وشي لا، فنبقاو نزيدو الماء وحنا كنخلطو عاد نجمعو العجين ديالنا. كيف شفتوا انا هنا العجينه رخوه، لذلك هذه نشدو حليد بها القصعه، لان القصعه ماشي ثقيله كتكون خفيفه مع دايرتها في بلون دو طرافاي، فدائما القصعه انت تبقاي تدلكي العجين وهي تبقى تابعتك. فهنايا غادي يعني نجمع هكايا العجينه حتى ما تبقاش عندي في القصعه باش ما تبقاش تتلاصق. كي شفتوا العجينه رخوة من الأول وهذه تساعد بكل سهولة باش ندلكو العجين ديالنا. كيف شفتوا أنا هنايا كندلكها غير بواحد اليد، واحد اليد شادة بها القصعة باش ما تبقاش تشطح يعني باش تبقاش تتحرك. وهنايا بعد ما ندلكت العجينة ما يعني ما درتش معها واحد المجهود، ما زدتلهاش الماء نهائيا كيف خلطتها في الاول، بقيت ندلكها بدون ماء. انا غادي نضيف لها واحد القليل من الزيت، واحد الملعقه، وغادي نجمعها في واحد الكيس بلاستيكي ونخليها واحد ربع ساعه او نصف ساعه يعني على حسب الوقت اللي عندكم، لان غادي تطلق دغيا مع ان العجينه رخوه. وكذلك ملي كتكون العجينه رخوه حتى المسمن كيجي مبوق، يعني كيجي عالي كيجي منفوخ وكيجي الماكلة ديالو رطب، ما كيجيش عاصي في الماكلة ديالو، او يجي بحال البلاستيك المسمن اللي كيجي بحال البلاستيك ما عندوش كاع الاخر تاع يعني المسمن، تي كتمض غير وهو قاسح في الفم ديالك بحال كي كتاكلي الكاوتشو. هنا غادي نقطع المسمن هكا يعني عشوائيا يعني على حسب القطع. بالنسبه للبنات اللي يديروا الكوموند فيعبروا المسمن. انا هنايا غادي ندير عيني ميزاني، دائما العبار انا في يدي، العبار دائما عندي العبار في يدي. فهادي شفتوا بعد ما قطعته عشوائيا هكا غادي نولي ندير المقاسات قد قد يعني كل وحده قد اختها. فبالنسبه كاين المسمنه نتاع 120 غرام وكاين المسمنه نتاع 150 غرام، فانا غادي ندير هنايا مسمنه نتاع 120 غرام كيف تلاحظوا. فهادي عيني ميزاني وكيجي الميزان نيشان، هذه الطريقه انايا كيجيو كلهم قد قد كلهم متساويين بهذه الطريقه. هذه كيف شفتوا عندي العبر في يدي، فبقاو هاد البقايا هادو غادي نولي نجمعهم هكايا بهذه الطريقه.
وكيف نقرصهم هكا بيدي كي يوليو كلهم كيف شفتو متساويين، نوزنهم كي يعطيوني نفس الميزان ما شاء الله بحال بحال. لان الوحده من اللي كتكون تخدم يعني عارفه يدها كما يقولوا ميزانها، عينها ميزانها. هنايا جبت السميده هذيك الرقيقه ودرت فيها واحد الكيس تاع 8 غرام من خميره كيماويه، كذلك درت الزبده دابت وزدت عليها الزيت، عمرتها بالزيت. وبالنسبه لسطح العمل ما كندهنوش بالزيت اللي كتكون فيه الزبده، فكنجيب واحد الزلافه اخرى وندير فيها الزيت فقط هكا باش يعني يساعدنا تسرح على باش كنسرحوا المسمن بلا ما يلصق لنا في سطح العمل، لان الزبده كتتجمد وما كتساعدناش اننا نورقوا بكل سهوله. فالزبده نديروها فقط فوق المسمن ونحاولوا اننا ما نكثروش باش هكا ما يجيناش المسمن عامر كله زيوتات، نرشو فقط. انا بعد ما سرحت هكا المسمن وشفتوا كيف كنجبد في المسمن اما كي العجينه ما كتقطعش، شفتوا كيفاش كتبقى واخا انها مطلوقه العجينه ما كتقطعش، بالعكس ملي كتكون جاريه عفوا قاسحه نتوما كتجبدوا العجينه وهي كتولي معاكم، كذلك ما تعطيكمش الطوع في التسراح، وكذلك تبقى تتقطع وما تجيش هكايا فيها هذوك الفقاعات. فانا ملي دريت يعني هكا الزيت والزبده فانا رشيت واحد الرشام هذاك الخليط ما بين السميده وهذيك الخميره كيماويه خميره الحلويات، فهكا غادي نتني على ثلاثة، وكذلك نرش شويه بزبده وشويه من هذاك الفينو، وهذه نطوي المسمنه فقط على ثلاثة. كاين اللي يطويها على أربعة في الاخير، انا كنطويها على ثلاثة فقط، كتجي مورقه بلا ما كندير كثره الطويات. هذه هي الطريقه المعتاده يعني عندي ملي كنت صغيره، يعني عرفت الوالده كدير هذه الطريقه فتبعت الطريقه الوالده ديالي، ما عمري غيرتها هكا في المسمن. كيف شفتوا كنجبدو هكا في المسمن وهو كي يتسرح بكل سهوله وكل اريحيه بلا ما كيتقطع بلا حتى شي حاجه، كيجبد حتى سطح العمل يبقى يبان وما كيتقطعش. انا غادي ندري شويه زبده، نرش بشويه زبده وزيت، كذلك نرش شويه نتاع السميده ونلوي في النصف ونولي، كذلك نجيب النصف الاخر على النصف الاول اللي تنيت ونولي ندير بحال الاولى. كذلك هنا غادي نتني على ثلاثة فقط، وحدة على وحدة صافي. هنا كنت درت واحد الكمية اللي كبيرة، كنت ديجا خبزت النصف، عاد وليت صورت القطرس انني ما كنصورش، وليت عاد شعلت الكاميرا عاد بقيت نصور لانني كنت ديجا سرحت نصف الكمية وبديت الخبز وكان باقي غير هذاك يعني الحبات التوالة هما اللي صورتهم معاكم. بالنسبة للأثمنة البنات اللي كيديروا الكوموند هنايا في فرنسا يبقى على حسب المنطقة، وكذلك على حسب الزبدة اللي كتستعملوا، يعني واش الزبدة مورقة أو الزبدة يعني تاع التوراق العادية أو الزبدة حيوانية، على حسب الكليان شنو يبغي، واش الزبدة تاع التوريق يعني كتكون شي شوية رخيصة على الزبدة الحيوانية كتكون شي شوية غالية، وكذلك على حسب الجرام. بالنسبة
المسمنة نتاع 120 غرام كتمشي بأورو 50 حتى الأورو 80، لأن على حسب كذلك المناطق. فبالنسبة للمناطق اللي هما بعاد على باري كيكون شي شوية المعيشة رخيصة عوض على يعني المعيشة في باري. وكذلك بالنسبة للمسمنة نتاع 150 غرام كتمشي بزوج أورو 50 حتى لجوج أورو 80، كاين اللي كتمشي حتى كيبيعو حتى لتلاتة أورو على حسب كل واحد وشحال كيدير الثمن ديالو. فبالنسبة هذا الثمن العادي نتاع أورو 50 أورو 80 جوج أورو 50، كاين اللي كيدير المسمنة حتى أكثر، لأن صراحة المسمن كيكون فيه الوقاف، كيكون فيه العذاب نتاع الوقاف. وكذلك الضو كياكل الضو بالنسبة للضو، لأن الضو غلات كذلك في فرنسا، الكهرباء كيف شفتو زادوا فيه أغلى. أما الزيت ف يعني ما بقاتش غالية، الزيت طاح الثمن شي شوية ديالها، ولكن بالنسبة للضو زادوا فيه في الثمن ديالو. وكذلك تمارة كما نقولو فيه كثرة الوقاف. نادي نخبزو على هاد المقلات الكهربائية الطويلة، صراحة عملية كتساعد بالنسبة للبنات اللي يديروا الكوموند، وبالنسبة كذلك حتى كالدار العادي، لأن أحسن بالمقلات كتخبزي هنا وتخبزي هنا باش تسالي، كتشد لك يعني كتير من الوقت. فهاد المقلة صراحة عملية كيف قلت لكم، كنديرو كمية 4 أو 5، كاين كتهز 5 تاع الحبات، وإلا كانوا صغار كتهز حتى 6. كيطيبهم دغيا وحدة يعني ما كيتعطلوش، دغيا كتسربي. فكي شفتو المسمن كنقلبوه عدة مرات باش هكا كيتنفخ قبل يعني ما طيب من الوجه الأول، نقلبوها تكون عاد يلاه باقية يعني ما نشفتش نقلبوها هكا كيف شفتو باش تبقى تتصات وكت تجي المسمنة يعني مورقة يعني على اختها. كل ما نطيب وحدة طبيعة الحال كنزيدو وحدة اخرى على هاد المنوال، نبقاو مستمرين حتى نكملو العجين ديالنا. كل ما تستوي وحدة يعني الطيب كنحيدوها. وكيف شفتو هذا هو المسمن ديالنا بعد ما كملنا الكمية ديالنا، صراحة كيجي جد رائع، وكيجي المسمن مورق. وكنقولكم مرة أخرى عواشركم مبروكة، واللي يكمل علينا سيدنا رمضان إن شاء الله بالخير، وإن شاء الله والصحة والسلامة. ودابا الناس راه بدات مع الحلويات كلا راهم بداو كيوجدوا. نخليكم مع تتمه الفيديو ديالنا، ما تنساوناش بالبصمه، واللي ما مشترك يشترك في القناه ديالنا. دمتم في رعايه الله وحفظه.